شكرا للزميل عبد العزيز البكر، شكرا لكل فريق وطاقم تغطية هذه المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عواض، ويسرني لأن ألتقي مع حضراتكم اليوم في واحدة من مباريات دور ال 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا مشاهدينا، والتي البرسا على الإطلاق على الإطلاق تلك الخسائر. الآن البطولة كما ذكرت التي يريد البرسا إذن مشاهدينا متابعينا في مباراة سيطلق صافرة معلنا عن انطلاقة ضربة فاتي. يتقدم فاتي بحد فيها انطلاقة سريعة، أول انطلاقة سريعة لفريق ليغانيس. المحاولة للضربة الأولى، الكرة مرت والكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. في اللقطة الماضية كانت عن طريق المهاجم مارت، ترجع عن طريق سيرجي بوسكيس لكن مقطوعة، تعود من جديد فيها تصويبة، البحث عن التعديل. كانت الضربة في اللقطة الماضية عن طريق روكي ميسا الإسباني المعار من إشبيلية، بيرسل كرة، يا سلام يا ميسي، عرضية ممكنة، متابعة غريزو، يا رب هدف مبكر يأتي من المفتاح الذهبي الذي يفتح جميع الأبواب. غريزو يسجل، أرقامه ليست سيئة لكنها ليست كافية بعد إلى أن يعود سواريز. روكي ميسا بيرسل كرة، وصلت مرة أخرى لليغانيس، تصويبة، بوسكيتس من جديد، ميسي من جديد، فيدال من جديد، يا رب مستحيل هذه الكرة، الهدف يلغى لكن الصورة تبقى، لكن اللحظة تبقى، لكن اللقطة، يا سلام شوف اللقطة كان فيها لحظة تسلل. في اللقطة الماضية أرتورو فيدال، غريزمان تال في انطلاقة، فيها كرة للبرسا، فرصة هدف ثاني، هالكرة فيها تصويبة، الكرة من جوردي ألبا، عدت ومرت الكرة إلى خارج الملعب، كانت من جوردي ألبا، إنهم يهددون الجهة اليسرى، فيها تمريرة، فيها كرة عرضية، فيها تصويبة، خطفها فيدال، وصلت الكرة في مكان، فيها تمريرة، فيها محاولة، فيها تصويبة، الكرة بعد ذلك في الشباك الجانبية، والكرة تحولت بعد ذلك في اللقطة الماضية، كانت لمصلحة غريزو، في اللقطة الماضية حاول فيها، شوف خطفها جوردي ألبا، يا سلام، يا سلام، يا سلام، فيها تصويبة يا رب، فرصة بتضيع، الكرة يبعدها حارس المرمى، تمريرة من جوردي ألبا، انظر إلى التمريرة، الكرة عدت، وصلت عن طريق أنطوان، في تصاعد كبير، عند 4 أهداف من كرة ثابتة، لكن هذه من مرة عرضية، رأسية، الكرة كانت من لانجلي، المدافع الذي يترك مكانه، والكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، شوف اللاعب بوسكيت، الكرة مقطوعة من جديد لفريق ليغانيس، في التصويبة لبلاوغرانا، هنا الكرة العرضية العالية باتجاه المرمى، باتجاه المرمى، ميسي يصنع، الأمور تصبح أسهل بكثير، مرة أولى، مرة ثانية، الثالثة ثابتة في المرمى الأول، وأنه قادر على التسجيل، وهذه كرة عرضية يحاول، زال يقود، ما زال قادرا، ما زال يحقق، هنا تصويبة قوية إلى جوردي ألبا، وصلت إلى فيدال، ممكن تصويبة، تصويبة تمريرة، وصلت إلى ديونغ، هنا التحرك، هنا العرضية يكون أيضا موجودا، الكرة العرضية العالية والرأسية تأتي من المدافع لانكليف إلى خارج الملعب، بتتحول هذه اللقطة إلى ضربة ركنية، تمريرة يردها لديونغ، هل تتصرف، هل تولى، هنا الفرصة، هنا المرور، الكرة تتهيأ، يا رب يا الله، هذه أشياء ميسي، هذه أشياء ميسي، هدف يأتي عن طريق ليونيل، عن طريق خاطئة، الكرة تصل، فيها فرصة، فيها تصويبة قوية، سوفاتي، سوفاتي بيلعب للكرة، يا رب مستحيل، مستحيل مع البرسا، الكل يسجل، الكل يسجل ويقوم بالمهمة، لا بد أن تكتمل، لا بد أن تدخل هذه الكرة من إنسو أو راكيتيتش، تحرك، الله على التحرك، الله على التمرير، الله على المرور، يا رب إذا خرجت أمامه بهدف فأنت سليم، فأنت
بخير. هدف آخر يأتي من ميسي. ميسي هكذا. صدقوني لا أبالغ، صدقوني لا أبالغ، أنا الذي نظر الأعمى إلى قدمي وأطربت مراوغاتي من به قلة نظري. أنا ميسي كبيرهم على صغري، أنا ليو عارض المتعة في عالم القدم.